العمارة على الكوكب الأحمر، هل نلقي تاريخ العمارة جانبا ونبدأ من جديد؟ أخذت مجموعة مكونة من 10 طلاب في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT على عاتقها تحدي الإجابة عن السؤال التالي: كيف لنا أن نصمم مسكنا يؤمن الظروف المناسبة لحياة الإنسان على المريخ؟ حيث يأتي هذا العمل ضمن إطار مسابقة ترعاها الوكالة الدولية للفضاء ناسا وضمن مهلة 20 عاما فقط، حيث تعلق كاتلين مولر الأستاذة المساعدة في قسم تقنية البناء ومدير مجموعة الإنشاءات الرقمية Digital Structure قائلة: إنه جدول زمني ضيق للغاية، وهذا صحيح، فالرحلة إلى المريخ بعيدة وكمية الوقود اللازمة للوصول إليه كبيرة جدا، وهذا يعني أنه على المركبة أن تحمل أقل وزن ممكن، ولذلك وبغية تقليل تكاليف الرحلة تشجع ناسا على استخدام تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد باستعمال المواد المحلية الموجودة على سطح المريخ. ومن رعاة هذه المسابقة أيضا المعهد الوطني للإبداع الصناعي، حيث عرض هذا المعهد جائزة تبلغ 25,000 دولار للتصميم الرابح في المسابقة ضمن فعالية نيويورك سيتي ميكر، وهذه الجائزة هي جزء من جائزة تبلغ 2.25 مليون دولار محددة كجائزة للمسابقة والتحدي المذكور خلال الأشهر التالية. تقول مولر: إن مجرد التفكير في الأمر هو شيء مضحك، لأنك ببساطة تبدأ من الصفر، فبالإضافة لدرجة الحرارة المنخفضة والجاذبية الضعيفة فإن القضية الأكبر هي الكثافة القليلة للغلاف الجوي هناك، لأن هذا يعني أن المسكن يجب أن يكون مضغوطا جدا من الداخل ليتحمل الفراغ المحيط به في الفضاء. ولكن هذه الظروف غير المشجعة لم تضعف من عزيمة أعضاء فريق العمل، بل إن هذه المحددات كانت شرارة أشعلت إبداعهم، حيث تقول جاستن ليفيلي المدرب التقني ومدير ورشات العمل المعمارية في مدرسة العمارة في MIT والذي تعاون مع مولر في هذا المشروع: للمفارقة، وجود المشروع المستقبلي في بيئة غريبة كليا عنا قد حرر تفكيرنا لنعمل بالطريقة المفاهيمية. ثم يعقب قائلا: يمكننا أن نتحلى بروح الاستكشاف أثناء دراستنا لهذا المشروع دون أن يعرقلنا فهمنا الحالي للعمارة وما يتوافق أو لا يتوافق معها. كانت مولر تقوم بالعديد من التجارب على طرق جديدة لاستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد، حيث يتم طباعة الهياكل بحيث تنبع الطبقات المطبوعة خطوط إجهاد الهيكل بدلا من الطباعة التقليدية بطبقات أفقية. من جهة أخرى فإن لافيلا كان يعمل على مواد جديدة مركبة من البلاستيك الحراري، وجمع الاثنان خبراتهما وعملا معا على صناعة طابعة ثلاثية الأبعاد تضخ المادة المركبة عبر فوها وتشكلها وتحيكها خلال صبها مع ألياف الزجاج المقوى ليعطيها القوة والشكل المناسبين. وقد ساعدت الفريق مجموعة من الطلاب من اختصاصات متنوعة من التصميم المعماري وحتى هندسة الكمبيوتر في مهمته هذا، حيث تقول مولر: إن العملية برمتها لم تكن حول تعليمهم كيفية القيام بتصميم هذا الهيكل على المريخ، لأن لا أحد منا يعرف كيف يفعل ذلك، بل كنا نكتشف سوية كيفية بنائها. حيث شاهد الطلاب أفلام الخيال العلمي كـ 2001 وGravity من أجل استلهام الأفكار، وشاهدوا أيضا حلقات من المسلسل البريطاني المستقبلي Black Mirror، حيث تقول نيكول أشوريان طالبة الماجستير في العمارة: لقد وجدنا في هذه الأفلام إلهاما كبيرا لنا، ولكنها كانت مخيفة في الوقت ذاته. لقد أصرت المجموعة في مواجهة لاتساع الفضاء الهائل على تصميم مسكن يكون مريحا بقدر ما يحقق الوظيفة المرجوة منه. اختار الفريق الشكل الحلقي المشابه لشكل حلوى الدونات الشهيرة الذي يمكنه أن يكون مضغوطا بالهواء من الداخل ويحقق بالوقت نفسه بيئة معيشية متصلة مع بعضها، ويؤمن بالإضافة لذلك الخصوصية في بعض الفراغات. تختلف البيئة المريخية اختلافا شاسعا عن البيئات التي عهدناها، حيث تقول أشوريان في أثناء محاولتها لتطوير تجربة لتصميم البنية الإنشائية: هنالك اختلافات مناخية قد تكون طفيفة أحيانا أو كبيرة أحيانا أخرى، فمرة يكون الجو حارا وتارة باردا كما في أعالي الجبال، ولكننا لم نأبه كثيرا بهذا الاختلاف، بل اعتمدنا بشكل كبير على طلاب قسم الهندسة
لحل المشكلات من هذا النوع والتي يصعب علينا معالجتها. وكانت مهمة ميتشل جو أحد الطلاب المختصين بمجال الهندسة الكهربائية وعلوم الكمبيوتر أن يقوم بالتحليل التقني ويتأكد من إمكانية تنفيذ هذا التصميم، حيث يقول: كانت إحدى مخاوفنا هي عدم وجود مادة السيليكا في الرمل الموجود على المريخ بشكل يكفي لصنع الزجاج، ولكن لحسن الحظ تمكنت المركبة التي تجول على المريخ من إيجاد بقعة تحتوي تربتها على السيليكا بنسبة 60%، يطلق عليها اسم وادي السيليكا. كما توصل جو وباقي أعضاء الفريق لطريقة مكنتهم من إنتاج البوليبروبيلين من الهيدروجين وثنائي أكسيد الكربون الموجودان في الغلاف الجوي للمريخ، حيث أن البوليبروبيلين ضروري لإنتاج مركب البلاستيك الحراري. وبعد مدة طويلة من العمل وإجراء التجارب المختلفة، قام أعضاء الفريق بوضع كل ما جمعوه من معارف ضمن عرض تقديمي لهذا التصميم الذي أسموه أوروبوروس، كناية عن رمز إغريقي لأفعى تلتهم ذيلها، حيث تقول مولر وصفة هذه التجربة: لقد كانت شيئا يشبه العمل على كتاب للخيال العلمي ومسابقة معمارية في آن واحد، إضافة لبعض أعمال الحوسبة الهندسية الحقيقية طبعا. وتضيف: لقد كانت تجسد بالفعل رسالة معهد MIT، حيث جمعنا كل هذه الخبرات من مختلف الاختصاصات لصنع شيء مبتكر بكل ما تحمله الكلمة من معنى. تتضمن المرحلة التالية من المسابقة صنع نموذج مصغر للمسكن، حيث قام لافيلا بجمع كل الأدوات من الورش المعمارية بالإضافة إلى الآلات المعدنية وقوالب الصب الرملية المصنوعة من الألمنيوم، وقام بطباعة البلاستيك الحراري لتشكيل البنية الأقرب للتصميم المقترح. يقول لافيلا: غالبا ما نركز على آلة أو أداة واحدة للعمل في المشاريع الاعتيادية التي نعمل عليها، ولكن المثير في هذا المشروع هو تركيز قدراتنا جميعها وصبها ضمن مشروع واحد. وأخيرا جاءت اللحظة الحاسمة، حيث توجه الفريق إلى مدينة نيويورك ليواجه 30 خصما آخر، وأغلب هذه الخصوم كان من المكاتب المعمارية المحترفة. وبعد فترة من الزمن كانت الصدمة كبيرة لأعضاء فريق MIT عندما اختارت اللجنة تصميما آخر، حيث تقول مولر: هذا لا يعني أن التجربة كانت عديمة القيمة، بالطبع شعرنا بخيبة الأمل ولكن سرعان ما تلاشت، وأصبح الأمر بالنسبة لنا أكبر من مجرد الفوز بهذه الجائزة. فقد تمكن كل من مولر ولافيلا من تطوير أفكار جديدة حول الطباعة ثلاثية الأبعاد، ويخططان الآن لإضافة هذه الأفكار لأبحاثهم ومناهجهم التعليمية، حيث يقول لافيلا: البلاستيك الحراري هو مستقبل المواد المركبة. لقد كانت تجربة غنية وممتعة لأنها أكسبتنا خبرة كبيرة في هذه الأنظمة الجديدة. يخطط الفريق لدخول المرحلتين التاليتين للمسابقة من خلال إنشاء التصميم بالمقياس الحقيقي للمشروع المقترح وبناء التجهيزات كاملة، ولكل من هذه المراحل جائزة تقدر ب 1.1 مليون دولار. وبالنسبة لميتشل جو، إضافة لكون المسابقة قد ألهمته بأحلام أوسع، فأن التجربة هذه أشعلت حبه للفضاء، مما جعله يفكر جديا باتخاذ العمارة في الفضاء كمهنة مستقبلية له، لربما يجد نفسه يوما يبني بشكل حقيقي على الكوكب الأحمر، حيث يقول: لقد جعلتني المسابقة أدرك أننا ربما ندخل الآن بعصر المريخ، كما دخلنا يوما بعصر القمر، وأنها لفرصة عظيمة وخاصة أن أكون جزءا من هذا العصر. نهاية، يبدو حتى وأن اختلفت البيئات التي نصمم فيها، فالمبادئ التي تعلمناها من تاريخ عمارة أسلافنا تبقى مفيدة حتى وإن ذهبنا إلى المريخ. واحدة أهم هذه المبادئ هو استخدام مواد البناء المحلية في الإنشاء، فلتشاركونا بآرائكم. هامش المفاهيمية، وهي حالة تحويل فكرة ما وجعلها ملموسة عبر الرسم أو الأعمال التركيبية. ظهر هذا الأسلوب الفني المفاهيمي في أمريكا وأوروبا في نهاية الخمسينات، وبعدها انتشر في العديد من عواصم العالم.